فاليوم كنجتمعوا كفريق من أجل تنظيم واحد دورة تكوينية لفائدة الشباب المهتمين بصناعة المحتوى على صعيد عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. كيف كنعرفوا بأنه ستان سوجي داكتواليتي هو صناعة المحتوى، وبزاف ديال الشباب متعطشين بأنهم يصنعوا المحتوى، غير هو كتخصهم بعد التأطير، لحقاش كنعرفوا كاين محتوى اللي هو كيكون بعد مرات إيجابي وبعد مرات كيكون هو سلبي. فجأت الفكرة مع السي سيد الفضيلي وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعملة مقاطعة عين السبع الحي المحمدي وجمعية ساعة فرح، من أجل أننا نعقدوا دورة تكوينية لهاد الشباب اللي كيهتموا بصناعة المحتوى، وفي نفس الوقت غادي ننظموا لهم واحد المسابقة من أجل أنهم يحطوا الإبداع ديالهم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وهاد المسابقة غادا تتمن بواحد الجوائز اللي غادا تكون في اخر هذا النشاط، وغادا تكون عندهم لا بوسيبيليتي بيان سور اللي غيكون عنده واحد الالهام وباغي انه يطور الفكره ديالو، لما لا انه يتسجل في منصه الشباب عين السبع ويستفد من تكوين في اكثر في هذا المجال هذا، ويكون عنده تمويل في اطار البرنامج الثالث للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. والحمد لله حنا كنتشرفوا بهذا لو تيتر هذا، ديال انه اول مبادره اللي كتجي من اجل تاطير هذا صناعه المحتوى، لحقاش كنعرفوا صناعه المحتوى هو اول شيء هو اخلاق، لحقاش كنعرفوا بانه حنا وليدات صغار والناس كيكونوا مع عائلاتهم كيكونوا كيتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض المرات كيكونوا واحد المحتوى اللي كيكون سلبي، فاحنا الهدف ديالنا بانه نحافظوا على الاسره المغربيه من خلال انه يكون محتوى اللي هو هادف واللي هو ايجابي. الفكره هي كانت عندي شحال هذيك، كنت بغيت ندير في مدينه الرباط، لكن ملي تواصلت مع السي احمد الخلفي لقيت عنده نفس الحلم نفس الفكره وناقشناها، قلت ليه ها هو الافكار اللي عندي، قال لي حتى هو هما الافكار اللي عندي، ودمجنا الافكار مع بعضياتنا، وهذا الشيء كلشي في صالح الشباب اللي غادي يستافدوا ان شاء الله من تكوين مجاني في صناعه المحتوى، باش نرقيو شويه بصناعه المحتوى في المغرب، بغض النظر على هذا الشيء اللي بدينا كنشوفوا مؤخرا في الصناعه الغير الهادفه ولا اخلاقيه. وكنتمنى من الشباب انهم يجيو بكثافه، لان راه التكوين راه مجاني وغتكون متابعه من بعد، وهذه يعني المنصه ديال عين السبع، فالبلاتفورم هذه مشكور على هذه المبادره هذه. هو بصراحة لقينا واحد الإشكالية، وكنت قلتها السي الخلفي، قلت لي راه أن الشباب المغربي كله غادي يبغي يشارك، المغاربة كلهم موهوبين تبارك الله، الشباب المغربي عنده ما يقول، لكن كيف كنقولوا فقيد الشيء لا يعطيه، يعني إلا ما عندهمش تكوين في صناعة المحتوى ما كيعرفوش كيفاش يلقاو أفكار، ما كيعرفوش كيفاش يطريطيوها، فغادي يكون إشكال. وهذا هو الهدف ديال هذا ليفينمون هذا، وأنا اللي غادي نشرف على هذا التكوين هذا. أنا راه في الويب من 2015 وفي الميدان الفني من 98 1998، فالخبره ديالي العصاره ديال الخبره ديالي غادي تعطى في طبق من ذهب لهاد الشباب هادو، محاوله منا، وكنترجو اننا نكونوا سبب في الرقي بالمحتوى المغربي. اهم نقط هي كيفاش نلقى فكره بعدا، هذه اول حاجه، لان الفكره هي الاساس. انا بعدا شخصيا ملي ما كنلقاش فكره ما كنحطش، ما عنديش داك الهوس ديال خصني نحط فيديو كل اسبوع ولا هذا، فنقدر شهر ولا شهرين ما نحط حتى شي حاجه. فالفكره هي الاساس، فغادي نخدموا مع هاد الشباب كيفاش يلقاو فكره من خلال شنو كيوقع في المجتمع ديالنا، من خلال يعني المشاكل اللي كاينه، من خلال حتى المسائل الايجابيه ماشي غير السلبيه، فكنحاولوا ان نلقاو فكره اللي تشجعنا على شي حوايج زوينه، وفي نفس الوقت كنعالجوا مواضيع اللي كضرنا حنا كشباب. وملي غيلقاو الفكره غادي نخدموا معاهم كيفاش يصوروها، يعني طريقه ديال الاخراج، المعاني ديال ديال ديال, ديال, ديال الاطارات او ديال لي بلون، يعني دو ا زد من الفكره حتى يخرج الفيديو ديالهم للويب، وغادي تكون متابعه من خلال زعما من طرف البلاتفورم. واش غادي نقول لك، غادي نعاود نرجع نقول لك فقيد الشيء لا يعطيه، يعني كاينين الناس اللي بغاو يتشهروا، وكاينين الناس اللي عندهم موهبه لكن ما كيعرفوش كيفاش يشتغلوا، فكيشري تليفون وكيبقى كيدير شي حوايج بدون علم. فهاد الشيء علاش حنا بغينا نديروا هاد الفينمو هذا وهذا التكوين، باش الناس تعرف راسها شنو كدير. وهذا نداء الناس اللي ما كيفهموش، ما عندكش كيفاش تجي البلاتفورم ولا هذا، على الاقل دخل الانترنت واستافد من الناس اللي عندهم خبره، او استافد حتى من الاجانب، ونحاولوا نتفاداو يعني المنتوج او لا كرياسيون اللي خايبه، لان راه العالم كيتفرج فينا. شكرا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.